Je suis Mansouri Adel, je suis membre fédéral. Je viens pour ce tournoi pour représenter Madame la Présidente de la Fédération Algérienne de Handball et en même temps la Fédération. Bon, on est venu là pour chapeauter un petit peu ce tournoi pour que l'équipe nationale peut avoir des joueuses de talent. تحية صباحية أزفها من جبال جرجرة إلى كل بقاع الوطن. أولا أنا اسمي إبراهيم الحاجة، رئيس لجنة الرياضة النمساوية في الاتحادية الجزائرية لكرة اليد. باسمي الخاص وباسم أعضاء المكتب باسم رئيس الاتحادية، هذه قفزة نوعية من أجل تطوير الرياضة النسوية. أعطينا فرصة للأصناف الصغرى، صغريات صنف 2005 2004 حتى 2006. الهدف من هذه التظاهرة هو انتخاب أو
اختيار نخبة اللي تمثل الفريق الوطني أو اللي يعتبر خزان الكبريات. الآن أنا نعطوا الاهتمام من طرف الرئيسات الاتحادية كهدف الأول نتاعها هو البناء القاعدة، يعني اختيار الفئات الصغرى اللي هي في الحقيقة رايحة تدعم الفريق الوطني لماذا مستقبلا. سيدتي الكريمة، جبلها بهذا السيليكسيون ما راهيش الأولى وما راهيش الأخرى. لا مش الأولى، احنا إن شاء الله رانا الهدف نتاعنا نخدمه بالاستمرارية، مش درناها كبداية حقا، هي راه صافي دوزون راها متوقفة، ولكن حيناها من جديد وما لازمش تتوقف. كما قلت الأخ نتايا لازم نمشوا بعمل كما يقولوا لا كونتينيتي، كيف كان الاستمراريه. هذه المره درناها في تيزي وزو، لما لا نروحوا لبسكره، لما لا نروحوا لتمرست، لما لا نروحوا للشرق الغرب. وهذا المنتخب كما يقولوا ساسوغا كونتيني مع المدربين تاعو، ومام طون يشوفوا المدربين اللي على مستوى الاتحاديه، لانه هذه السيليكسيون راح تدار هنا من طرف اخصائيين اللي راك تشوف فيهم في القاعه، يعطوا القائمه للمدرب الوطني، والمدرب الوطني يعمل مع هذا الاختيار اللي راه اللي داروا له هاد الاخصائيين. ارسقك ديام بريزيدون لا ليغ الهاندبال الولايه تيزي وزو، التورنوا قد نهدا ذاك ذي مزيت عين الحمام، يساد كاتشيري ريت إلى فيدراسيون ناسيونال، يعني فيدرالي تاعنا ندافع خفوش هذا ضربنا نهجي التورنوا يكيني كاعنا تقشيشين يسعان ديال العمر داو 16 سكواسن أين أخطر فغانا تسوفغان لا سيليكسيون ناسيونال سيكي سي التورنوا يكيني أنا روحن أتسكي الشامبيونات دو موند أديلين كان دي سمانة تدي دون دي تمرت أن لا كريس ما ولا التورنوا يكيني وسدد سبعة يتشاين هذا ست سبعه لي سيليكسيون ريجونال، معنا حضرت كان خمسه اردك ديال الولايه تيزي وزو، خمسه لي سيليكسيون ريجونال كينيا تيز نباتنا ديال الولايه تيسي جين، قسنطينه الولايه تيسي جين داغون، سينا لا سيليكسيون ريجونال سونتر، سينا لا سيليكسيون ريجونال نوهران ديال الولايه دونك سي قرفن، وكنت سعيده ديال الولايه سي قرفن، ودو سيرا لا سيليكسيون ريجونال نباتنا، سوفتي نبليده، وكتين نوركله ودي سي تارا. نختيد وجو قبل هذا السنيو والحال خدم لي تورنوا كارسن كسن دوك تقشيشين دو فران غورسن سورا وسام دار دا كينيا اكن لي مبر لو بير فيدرال سيليكسيونور ناسيونال اديكس تقشيشين دو فران على عمر لي سرفات ثغنوت ديال عمر كي داو 16 سكوسن تقشيشين نكوني نبود التورنوا كاردا كاع الحمام لي كونديسيون شوكا تهضر يسن لوبرج تكرز مليح لاصال تكرز اسينا ثاني ميرت ال دي جي اس تيزي وزو مس عزيز طاهر غي عاونان هاكي نهضرو نورغانيزي لو تورنوا كينيا نختي دنو كنيا نهكد لورغانيزاسيون نسالم نسلم طاس لي بينيفو ديال ليك تيزي وزو طاس كيل مزيان خدمنا طاس وزن هوني لافونير الهوند بال دي تيزي وزو اسونتير ما سون اكسبيرونس التورنوا كينيا لكن سادة فلا ان شاء الله زنون دا ديسن اما لا ليغ اما روحنا ندا نظن خاطر نبدا نشجع لي جوان تيزي وزو ندا نظن اما لا سيليكسيون ريجيونال سونتر هوني تتفن دي بليدا الدور تاع قاعد نو كربحنا التورنوا الواراج دو 17 سكواسن لي زونترنور تيزي وزو يقروح ناردينا عمر ادريك رضوان مرباح يكتف لا سيليكسيون ريجيونال سونتر لكن يتاكد بليك الهوند بال ديزي وزو يزمر هذه الدعاء الزاس لي جوان هاكيا ونتسرى بليك نسعى ترواز ايكيب اون اكسيلونس لا جاس كان رواباش ريركازن مولود معمري اكد وسيف ارتلاوين معنا اين يخص لا ديزي وزو التساويلات. السلام عليكم، اسمي ماتيلدا بوعلام، جاية من بيار، إيكيب اش بي سي او بي، أنا بارتيسيبي في لو تورنوا على جال أون إيكيب أون بارتيسيباسيون في ليكيب ناسيونال إن شاء الله، بون لوغانيزاسيون إلي بيان، كلش مليح بوغ لانستون، وإن شاء الله نروح ليكيب ناسيونال كاع كيما راهو. بنحوس أليسيا
نفقايس لا كوميون صدوق الكلوب لي سبيرون صدوق هاندبال الزول في الاول اقلاغ دي تيزي وزو لورغانيزاسيون يخدمن في لا سيليكسيون اي مانيفيك لومبيونس كيف كيف بغي غير نشكر مليح مليح ان شاء الله هاكو يثاني كشمه تاع ليكيب ناسيونال وين يستحقنا ديال السنه اتريكو ليكيب ناسيونال انو راه تاكويس في اسم نتموتنا لعيبه من زمان ولا من الصيف جيت ان شاء الله باش خيروني للمنتخب الوطني باذن الله مع زميلاتي من تحت اشراف الرابطه الجهويه باتنا جينا والله يبارك نشكر الرابطه الولائيه تاع تيزي وزو لحسن الضيافه وحسن التقديم والقاعه الله يبارك في المستوى ونشكر الشيخ تاعنا والمدربين وان شاء الله نتوفقون نوصلوا الهدف تاعنا ان شاء الله. جزار عبد الناصر المدير جهوي لرابطه باتنا لكره اليد جينا نشاركوا بمنتخب الجهوي للفتيات اقل من 16 سنه اللي ان شاء الله من خلاله نحاولوا نبرزوا اهم العناصر اللي عندنا في 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 الجهه تاعنا باش ان شاء الله يلتحقوا بالفريق الوطني ويكونوا ضمن قائمه الموسعه للفريق الوطني. من خلال هذا التنظيم اود ان اشيد بالتنظيم الجيد للرابطه الولائيه لتيزي وزو وحسن الضيافه وبارك الله فيكم.